وبعض الناس صار عنده غلو، قال لك انا بس بدرس اما ما بحضر دروس. اجانا واحد من اخواننا احبانا يحضر الدرس وعنده 20 ولد بدرسهم، قلت له نفع الله بك جزاك الله خيرا، احضر الدرس. بدأ يحضر يرفع ايده تفضل، يجاوب غلط قل له معلش من يساعده؟ ايه، فقعد في الدرس بتاعنا شهر شهرين ثلاث ستة سنة، بعدين قال لك والله يا شيخ انا بقعد معك بطلع مش فاهم ولا شيء، انا ثريتني بس قاعد مع الاولاد مبين ايش الشيخ بتاعهم استاذ شيخنا، يلا سلام عليكم عمري ما بدي اشوفك. لا حول، هذا غلو كما قال بعض السلف، لان اكون ذنبا في الحق احب الي من اكون راسا في الباطل. فما بصير ها ان تدرس من غير ان تستمر في طلب العلم، إلى متى؟ إلى الممات.